وعشر سنين. اسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا يا اغلى حاجه في حياتنا. بس يا جماعه النهارده جايين لكم في تحدي جامد جدا، بس عشان تشوف التحدي ده هتنسى تشترك في القناه تحت وتفعل الجرس وكومنت حلو منا ولايك احلى وتقولوا لنا على افكار فيديوهات عشان نعملوها ونشارككم معانا فيها. النهارده التحدي بصوا يا جماعه، بس اهم حاجه قبل ما نبدا التحدي، لينك الانستجرام بتاعي انا وندى تحت في الديسكربشن، عشان تعمل لنا فولو عشان احنا ايام صيف وبننزل صور بالهبل. بصوا يا جماعه استنى اقول لكم حاجه، حياه بتصبح عليكم. صباح الخير، لسه صاحي من النوم يا جماعه. عامله شبه العروسه اللعبه. بصوا يا جماعه احنا هنا معانا عفيل التفاح. النهارده يا جماعه نعمل تحدي، اقول لهم ايه اشرح لهم. طب اشرحوا لهم انت بتعرفي تفهمي اكتر. بصوا يا جماعه احنا جايبين كروانه ميه كبيره وهنحط التفاح فيها، واللي يصطاد اكبر عدد من التفاح هيعد عن ظبط الستوب ووتش. الستوب ووتش على قد ايه؟ ولا دقيقتين؟ تلات دقايق عشان التفاح صعب. تلات صعب؟ اهو. خلاص وانا موافق. ماشي يا جماعه، واللي يصطاد كميه اكبر هو اللي يبقى كسبان. خلاص اوكي. يلا بينا. بصوا يا جماعه احنا جايبين بتاع 5 كيلو تفاح اصلا. ماشي. يا رب اصلا. بس هم شويه كانوا عايزين تفاح اكتر، بس التفاح غالي يا جماعه. لا مش كده يا جماعه، يا دوبك بيصطادوه فاهم. هم دول كام واحده اصلا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. بصوا يا جماعه هم واحده هي اللي هتفرق. هم بصوا يا جماعه هم 17 تفاحه بس. هو ايه بس يا احمد؟ بس ثانيه بس عشان انت اللي جاي. الكروانه كبيره خالص فالتفاح مش باين فيها اصلا. اهو. لا باين على فكره. لا مش باين. لا باين. بصوا يا جماعة احمد بيزت الستوب واتش وحطينا تليفون احمد جوه عشان خايفين والله يا جماعة عشان الكفر بتاعه مش موجود. يلا ندى معاكي 3 دقايق. واحد. مش تمام معايا؟ لا انت الاول. يبقى خلاص خليها دقيقة ونص ودقيقة ونص. خلاص وانا موافق يا جماعة، دقيقة ونص هي وانا دقيقة ونص. انا بس انا قلت هنزم مع بعض. لا يا جماعة واللي يصطاد عدد تفاح اكتر. بس يا جماعة قولوا لنا تتوقعوا في الكومنتات مين فينا اللي هيكسب، ندى ولا احمد؟ واحد. يلا يلا فاروق صح؟ لا انت ايدك تنزليها كده. لا عشان فاروق قول. طب قولي فاروق الدور الجاي. فايز انت دور الجاي. استنى شركه فاروق لابسه نظاره يا جماعه، عامله حسابها اللي هي ايه هتكسب. واحد اثنين ثلاثه. ايه ده؟ انا هجيب لك الكيسه تحط فيها. بس انا فاروق ايدك كده في التليفون. اقسم بالله انا عارفه. ايه؟ ده هو ثلاث دقايق كده، بما ان التحدي صعب خلاها ثلاث دقايق. بس احنا يا بنتي ما تهربي. واحدة واحدة. تمام خد التليفون كده. يومك اتبدل على فكره. يا بنتي ما انت تحت هنا، ما انت عندك تحت الصاد يا جماعه. لحد دلوقتي ندى بقى لها دقيقه وكده معاها اثنين اهو، معاها تفاحتين. اوبا ثلاثه ثلاثه. معاها ثلاث تفاحات بس يا جماعه. يا بنتي ارحمي. اربعه. انت اللي بعد، انت بعد مني. اربعة خمسة. يا خلاص يا نهار يا جماعة نزلت بيتهم هوكس. انت حبلة والله يا ابني. مش سايلة انا بدور على طب والله العظيم انت حبلة. خلي بالك انت دخلت على الدقيقتين. خلي بالك. طب خلاص. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس تفاحات. بس أنا بس لا ما تنعكشوش التفاح عشان يبقى كسبت تعرف أصطاد. لا 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 والله أبدا. يلا أهو. بس يا حية بس يا حية. انت بليت هدومك يا ندى. يا مش تحدي ده حد. خسرت ولا لسه؟ لسه ناقصت لك. ناقصي كام دقيقة؟ 45 ثانية. بس يا حياة بس يا حياة. طب انا هكسب. بس يا ندى.
يلا يا نادر كله من وقتك على فكرة. يلا يا جماعة 8 7 6 4 3 2 1 زي خلاص 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 انا بزيت هاتي حقيقة هاتي فاروز والنبي يا جماعة ندى اصطادت 1 انا كنت بلعب معاك يا 2 3 4 5 6 ندى اصطادت 6 بس طب ماشي ما شوف انت هتصطاد كام واحد طب خد يلا بقى اظبطي لي الوقت جماعة على فكرة كفاية مجهودي طب اقعدي كده شوف انا هكسب قد ايه كام دقيقة؟ ايه 3 دقايق؟ قولي لي 1 2 فاروق واحد استنى بس كده فاتح شوية عشان التحدي انت الدور الجاي يلا انت الدور 1 2 3 دوسي بتنقي الطويلة يلا يلا 1 ده ده صعبة؟ اه يا عم اقسم بالله يا جماعة تنفع تخش تحت لا ولو عيالك حركوا لك المية تمام 2 انا هكسبك على فكره طب وريني يا اخوي يا جماعه اقسم بالله والله العظيم صعبه صعبه يعني لو جبت 3 تبقى كسبتني بصوا يا جماعه انت بص انت في عنقيد صغيره وعنقيد طويله انت بتتك على التفاحه التفاحه بتنزل معايا كل ما تتك عليها انت عايز يبقى بقك اطول من وشك عشان تعرف تجيبها بصوا والله بص صعبه انا حاسس انها صعبه صح؟ عيال حركوا له الميه عيال كم واحده كده؟ 5 نزل واحده بقدك؟ اه عيال حركوا له الميه لا 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 بالله عليك بالله عليك بس بس كان بيحركوا لي الميه صعبه صعبه والله يا جماعه اقسم بالله مستفزه كمان هيفتكروا الميه غرقيه يا جماعه انت كل ما تيجي تاخد تفاحه تتكع تفاحه تنزل تحت الميه غرقيه فلوس يلا عشان ما تسميش غرقيه روح صعبه صعبه استحمى ولا استحمى فاروق لا عم تلفونزي فاضل كام دقيقة هنا؟ فاضل لسه ناقص لك دقيقة و10 انت الدور جاي بتاعك غرقيه فيروز انت انت مسكتها لا 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 استنى استنى بالله عليك عايز اركز بالله عليك عايز اركز يا بنت حرام عليك انت هتجيبها دلوقتي 5 تفاحات وناقص لك كام ثانية يا ربي بالله عليك يا فاروز وسع يا فاروز خلاص ناقص لك 30 ثانية يا فاروز وسع بالله عليك ناقص لك واحدة وتعديني فاروز غرقي بابا يا بنت والله كنت هجيبها وسعت لا والله يا ابدا بالله عليك وسع بالله عليك ناقص لك 12 ثانية 12 ثانية نازل لك 12 ثانية 4 ثواني 3 ثواني ثانيتين خلاص 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 خسران يا احمد خسران خسران كده طب احنا متعادلين بصوا يا جماعة بصوا يا جماعة متعادلين نعملوا ايه دلوقتي؟ كده 6 تفاحات بالظبط احنا متعادلين نعملوا يا جماعة اقول لكم حاجة تعالى بقى نعمله انا وانت في دقيقة اللي يصطاد تفاحة الأول أو تفاحتين يعني دقيقة وأنا اللي طلع أول هيبقى احنا الاتنين مع بعض أوه. عشان لا اللي طلع أول تفاحة ماشي يلا بينا 1 2 لا استني استني والله يا رب لا والله دي كبيرة دي لعيبة 1 2 3 زوش والله تعالي هنا تعالي هنا تعالي ليش انت مالك قدام الكاميرا؟ انا قاعد كسبت يا جماعة يا والله انت حرام والله يلا يا فاروز لا انت ماسكة ايدك لا ما تمسكيش ايدك لا
يا جماعه صعبه اقسم بالله صعبه قوي. يا رب يا جماعه يا رب يا جماعه يكون الفيديو عجبكم، فكره التحدي كمان عجبتكم، ولو عجبتكم بقى تعملوا لنا ايه، سبسكرايب وتفعلوا الجرس وكومنت حلو منكم ولايك احلى عشان احنا بنحبكم اغلى حاجه في حياتنا. باي باي.